بعدين ده الرئيس، الحمد لله. الرئيس يا استاذه رشا صرح ان اللي يروح على باب المحافظ ويطلب ترخيص او يطلب اي حاجه يعمل له عشان البلد تمشي، صح، عشان الشباب اللي هي ملطعه دي على القهاوي وفي الشوارع تشتغل. صح، ما انتوا بتتكلموا على البطاله. صح، طب بتتكلموا على البطاله ليه وانتوا بتحبطوا الواحد اصلا؟ ما الناس دي عايزه تشتغل، شغلوها عشان البلد ما يبقاش فيها بطاله. مش نيجي على بيتك يا سياده المحافظ او على شغلك ترفض تقابلنا وترفض ان انت تسمع لنا، اسمع لنا عشان احنا حقنا عليك ان انت تسمع لنا، حقنا اما نطلب حاجه من البلد نلاقيها، قدمنا عيالنا فداك وفدا البلد كلها فاسمع لنا، احنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين حقنا على البلد. بشكرك حاجة محمد، وزي ما بقول حقك على راسنا، واوعدك اوعدك ان احنا مش هنسيب هذا الملف ده، وعد، وانا يعني بوعده لحضرتك امام الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هنتابع هذا.